هذا من يقوله؟ شاب جاء لعالم يشكو حاله، يشكو حاله، يقول أنا مبتلى بالنظر الحرام، شو أسوي؟ ابحث لي عن حل، ابحث لي عن طريقة. العالم الحكيم، العالم الحكيم ما أجاب بشيء، ما قال له شو تسوي، ما قال له مثلا اتقي الله كذا أبدا، وإنما قال له شيئا. اسمعوا جيدا أيها الشباب أيتها الفتيات، العالم راح جاب له إناء. هذا الإناء شو تسموه أنتو؟ سموه كوز، سموه مثلا سطل، قدر، أي شيء. أنا خلي أسميه سطلة، سطلة، سطلة فيها ماء، سطلة فيها ماء، سطلة مفتوحة مليئة بالماء. هذا العالم قال لي يا أيها الشاب خذ هذا الماء بهذا الإناء إلى المكان الفلاني، إلى المكان الفلاني، وإياك أن تسقط من هذه من هذا الإناء قطرة ماء، إياك أن تسقط قطرة من هذا الماء على الأرض، وأنا أرسل لك هذا ابني وياك يراقبك، أنه إذا سقطت قطرة ماء يجي يقول لي وأنا على حال أتصرف معك. العالم أعطى للشاب سطلة من الماء مليئة بالماء، هذه السطلة، وقال له روح مكان ودير بالك لا تسقط قطرة من هذا الماء. وهذا الشاب تدرون شاب يريد يصلح نفسه، وإجى للعالم إيش قال له؟ قال له أنا حل مشكلتي، ما أقدر ما أشوف البنات، ما أشوف النسوان، حل مشكلتي. والآن يريد يحل مشكلته العالم، أعطاه هذه سطلة الماء، قال له روح وديها المكان الفلاني. يقول هذا الشاب أخذ السطلة ويمشي بحذر وبتركيز، كل عينه على هذا الماء أن لا ينسكب منه شيء، أن لا تسقط منه قطرة. وهذا الولد المراقب هم يراقبه، يمشي يمشي هالشكل إلى أن وصل إلى المكان المطلوب، وصل السطلة أنطاهم إياه ورجع، رجع علما للعالم. فقال له العالم اسمعوا أيها الشباب، اسمعنا أيتها الأخوات، العالم سأل أيها الشاب ذهبت إلى المكان الفلاني؟ قال نعم يا مولاي، أنت قلت أنه خذ هذا الإناء وأنا أخذت الإناء. قال له اسمعوا، قال له كم فتاة رأيتها في الطريق؟ كم بنية شفتها؟ قال والله لا، لم أرى بنتا، لم أرى فتاة، ما شفت ولا بنية. قال كيف؟ العالم يقول له، يقول له كيف ما شفت ولا بنية؟ أنا دزيتك على طريق، أرسلتك على طريق هو سوق مليء بالفتيات، شلون ما شفت فتاة؟ شلون؟ قال يا مولاي أنا كل بالي وكل ذهني على أن هذا الماي لا ينسكب، فكل بالي كان على هذا الماي، ما شفت بنات، فتيات، شباب أبدا، ما التفتت إلى هذا الأمر. فضحك العالم، ايش قال له؟ قال له هكذا، اسمعوا جيدا، قال هكذا اذا راقب الانسان نفسه فانه سوف شنو؟ سوف لا يلتفت الى الحرام. اذا راقب الانسان نفسه بعد ما يلتفت اكو بنات، اكو فتيات، اكو فساد، اكو مقاطع، اكو افلام، خلاص الانسان لما يراقب نفسه هو مشغول بنفسه، والمشغول بنفسه
ما يهمه منو يمشي ومنو طالع ومنو يحكي ومنو يقول ومنو متبرج ومنو متستر، مو يهمه. هذا الأخ الشاب كان ملتفت أن هذا الماي لا يسقط، فعينه كلها وذهنه مشغول بهذا الماي لا ينسكب من عنده شيء. إحنا لو نمشي بالشارع، اسمعوا شباب، لو نمشي بالشارع وكل بالنا أن الله سبحانه وتعالى يراقبنا، الله أن يرضى عنا، الله أن يرضى عنا، الله أن شنو على حال نخرج من الامتحان بشكل صحيح. الإنسان اللي يراقب الله يطيح بالحرام، الإنسان اللي دائما يشعر أن الله موجود، دائما يشعر أن الله على حال ناظر، والناظر هو الحاكم يوم القيامة، يعصي الله؟